معنا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات مبعوث الجزائر الدولي أمين أندلسي. مرحبا أمين. أشغال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تتواصل ليومها الثاني. ما أبرز معالم اليوم الثاني وهل من تفاصيل جديدة تجلت لديك؟ نعم، أهلا بكم مصطفى، أهلا بكل متابعي قناة الجزائر الدولية. إذن كما أسلفتم الذكر، يستمر اليوم لليوم الثاني اجتماع الخاص بوزراء الخارجية العرب. من المفروض أن يبدأ على الساعة 12 كما على حسب البرنامج الذي قدم للصحافة. البداية كانت يوم أمس إجماع كبير عمل التشاركي في إنجاح النظرة التنموية لسنة 2030، عمل تشاركي اقتصادي من أجل البلوغ للنظرة الاقتصادية التكاملية. إذن كما قلت، إجماع وتوافق على الملفات التي طرحت. الجميع أجمع حسب ما تقربنا من بعض وزراء الخارجية العرب الذين كانوا هنا أمس، شاركونا بعض أرائهم وتعليقاتهم، أجمعوا على أن هناك توافق كبير. إذن وقالوا بأن الأمر جاء في ظل وفي سياق تحديات اقتصادية عالمية على غرار كورونا وما كان لها من تداعيات، الصراع في أوكرانيا وتداعياته الاقتصادية على الوطن العربي، الحديث بشدة عن ملف التنمية الغذائية. الكل أجمع وقال بأنه يجب أن يكون في هناك عمل تشاركي من أجل إنجاح مثل هكذا ملف الذي ربما أصبح يجب أن ينظر ويضع أولوية. إذن ستستمر كما قلت على الساعة 12 اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية العرب. نعم مصطفى. مبعوث الجزائر الدولي أمين أندلسي إلى المركز الدولي للمؤتمر، شكرا جزيلا لك.